قائد قوي في أكثر دول العالم استقرارا، تمتد تحالفاته وصداقاته من المنطقة العربية إلى أمريكا وأوروبا وإفريقيا. إنه الشيخ محمد بن زايد ولي العهد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وصف بصاحب المبادرة الأهم لترسيخ التسامح في المنطقة، هو المبادر بدعم دول المنطقة لتخطي الفوضى وتحقيق الاستقرار ومكافحة التطرف. وفق نيويورك تايمز، كان الساسة يسمعون تحذيراته من الجماعات المتطرفة وخطورتها على المنطقة والعالم، لكن حين بدأ داعش في احتلال دول أدركوا أنه كان محقا، وكان طائرات التحالف الدولي التي تجوب سماء العراق وسوريا لاصطياد عناصر داعش تؤكد صواب تحذيراته المبكرة. كان شعاره: إذا أردت السلام فعليك الاستعداد للحرب، ليهتم بتأهيل المقاتل الإماراتي وتدريبه على أعلى مستوى ليصبح الجيش الإماراتي من بين الأقوى في المنطقة. وهكذا حين خاض جنود الإمارات غمار التجربة في اليمن تحت مظلة التحالف العربي لدعم الشرعية، نجحوا في تحرير باب المندب لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وكانوا القوة الأبرز في تحرير محافظات جنوب اليمن. وهكذا كان الجنود الإماراتيون يوصفون بمحاربي سبارتا، في إشارة إلى أن القوة لا تقاس بالعدد بل بالشجاعة والتدريب والكفاءة. الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، ولا تستهينون بإرادة الرجال. اختارته مجلة التايم في قائمتها للشخصيات الأكثر تأثيرا في 2019، فاستكمال النهضة الاقتصادية في بلاده وبناء قوة عسكرية ضاربة وترسيخ مكانة الإمارات كأحد أهم الفاعلين في المنطقة كانت نجاحات مؤثرة لولي عهد أبو ظبي، غيرت كثيرا من ملامح المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية.